حرب الكورونا حكومة المشيشي في ساعة متأخرة من الليل كتبت لنا بيان بجملة من الإجراءات. مجموعة الإجراءات اللي اخذتهم حكومة المشيشي هو موضوعنا الأول في الراف مايك. أعطينا الأعداد برهان سونيا السندريلا وزياد المكي، نحكيه على قرارات حظر التجول، تمديد العطلة، تعليق ارتياد دور العبادة وغيره من التفاصيل. سبعة لجملة القرارات برهان بسيس، شنو اللي عجبك في القرارات وشنو اللي ما عجبكش؟ أولا التأقلم مع ارتفاع عدد الإصابات، يعني ما كانتش قصة موجة ثانية واكتفينا منذ شهر بضبط إجراءات ثم الذهاب إلى المنزل فرحين مسرورين. الحكومة بقات تحاول أنها تتأقلم مع درجة ارتفاع الإصابات مع التطور في هالموجة الثانية، بالتالي عملت حزمة ثانية نتاع إجراءات. مش كونوا واضحين، بالطبيعة تزامنت الإجراءات التونسية جديدة مع الإجراءات الفرنسية جديدة، واحدة خرجت 8 بتاع الليل على لسان ماكرون، نحن خرجت ساعتين بتاع الليل في بلاغ صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الحكومة. تبقى فما فرق كبير، ويجب الناس كي تقيم هالإجراءات هذه تعرف اللي تونس وتونس تحديدا مش بلد آخر رانا محكومين بمطرقة الكورونا وسندان الوضع الاقتصادي السيء. الشيء هذا اللي ماهوش موجود في أوروبا، ماهوش موجود في فرنسا، حتى البعض يلومه ماكرون ياخو راحته. اقتصاد فرنسي قادر في 3 أشهر يصمد ثم يعاود يعمل انتعاشة بعدها، هذه اقتصاد واقتصاديات دول صناعية قوية وعندها الثروة. الاقتصاد التونسي اقتصاد منهار بطبيعته ما قبل الكورونا، زاد انهيار في الموجة الأولى ويهدد بالذهاب إلى الإفلاس في الموجة الثانية. بالتالي أنا منلومش برشا على حكومة السيد المشيشي وقت اللي تاخو إجراءات حذرة، إجراءات يزبها توازن، تمشي على خط رفيع نجم تطيح على اليمين في هوية الكورونا، كان منعت من هوية الكورونا تطيح على اليسار في هوية الإفلاس الاقتصادي والجوع. هذاك عليها جيت في الوسط. أنا اليوم قلت لك باش نعلق رفيق على قصة المقاهي والمطاعم الأربعة متاع العشية، ما ينجمش يسكرها، وأكيد فما رغبة وكيما في فرنسا اتخذ قرار والقرار نهائي أنه هالجمعتين هذوما أو إلى حدود 1 ديسمبر القهاوي الملاهي المطاعم باش تسكر، ما عادش فما قصة بالكريسي ولا بلاش كريسي. احنا ما نجموش نعملوا ذلك. ماكرون أعلن على إجراءات تعويضية لأصحاب المقاهي لأصحاب المتاجر لأصحاب كذا، احنا باع يكذب عليه، كانت الدولة قادرة تعوض حد. بالتالي تشد العصا من الوسط دائما في عود نسكر هكا نخلي نقلص من ساعات العمل بتاعها. اليوم كانت مرتبطة بنهاية كوفرفو توا المطاعم والمقاهي باش تولي الأربعة بتاع العشية، مع إبقاء الكريسي إيجابي بالنسبة لأصحاب المطاعم وأصحاب المقاهي تخدم إلى حدود الأربعة، مش إيجابي لأنها تقلص في عدد ساعات، لكن جاد الكريم بما عنده. أنا نحب بالنسبة لي هذه الإجراءات تحت شعار جاد الكريم بما عنده، هذا ايش النجمه وهذا حدود الله، جاد الفقير بما جاد الفقير يا عفوا. ولكن الاربعه نتاع العشيه استديت نحكي عليه، وهي محاوله تدخل البلبله في الشعب وتونس ما عادش باش تخلص اشهاري وغيره من المعلومات اللي لا اساس لها من الصحه وشوف العبيد ويبعث لاصحابه منير بن صالح يبارتاجي فيه هو يبارتاجي فيه خليه يا راف خليه نايمه نحكيو على شهاري مش باش تخلص ابارتير من نوفمبر، مش باش تخلص تقشف يا اخي يفضلك ما قصيتش فهمت، مش باش يخلصوا ما عندناش الامكانيات وبداوا من نوفمبر استناوا وانكم شهريكم مش باش وصفحات يتبارتاجي في تصور بن علي ويا ريت معناتها كان بن علي قعد هوني الكورونا ماهيش باش تجينا، ونفس الارتيكل بارتاجي في خاي ادرع في صحيفه يدي عود احرنوت اي يا راف شنو اي ماني معاك اي واصل اي واصل اي راف نحن لهم قاعدين الاخبار قاعدين الاخبار من طيب بي اف ام اكسبريس نرجع لكم بعد شوي. اي اف ام اكسبريس صباح الخير.